المنشأ. Of course بالضمان. ضمان ايه؟ ضمان شركتنا فتلة.com. شايفة فتلة ايه يا فندم؟ لا بقول لحضرتك احنا شركتنا اسمها فتلة.com للاستيراد والتصدير. لا شاي لا 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 كده حضرتك متصل تهزر. سوري سوري سوري. لا 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 سلام سلام. ساتر. اخبار الحملة اللي عملناها على السوشيال ميديا بتاعت الاعلانات ايه؟ سوشيال ميديا؟ طب انتقها كويس الاول وبعدين اسأل. لا يا استاذة ما تتريقيش على الانجليزي بتاعي عشان انا راجل ليا الاكسنت الخاص. اكسنت؟ طب ما تكملها بقى بالمرة وتقول انك خريج لغات بقى، ما هو ده اللي فاضل. لا على فكرة برضه انا راجل مزيه وماليش في الكذب عشان تبقى عارفة، يعني انا راجل نزيه ومليش في الكذب. الشهادات ما بتقولش ان انا خريج لغات، لكن انا طموحي ما وقفش، خدت كورسيات وظبطت نفسي وتعلمت. كورسيات؟ ويا ترى بقى الكورسيات دي كورسيات صالونات ولا انتري؟ انا كنت حاسس ان انت هتقولي افيه في اني منك، خلي بالي وبعدين انت قلبتيه افيهات كده هتقفليني. ها ده انا اللي اخدت النهارده كميه افيهات لما ورمت، وكله من اسم سيادتك. معتز قوي باسم سيادتك فتلة؟ لا 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 ما تلبخيش يا أناسة، ما تلبخيش عيلة فتلة دي عيلة موصلة. أنا جدي فتلة الكبير ده كان ينيم شارع لو اتضايق، اتضايق بس كده يقفل شارع. ولا عمامي، عمام الله أكبر ما شاء الله، الواحد فيهم لو اتنرفز كده ينيم عزبة من المغرب. كل ده وفتلة، أمال لو حبلي كانوا عملوا إيه؟ انت بتبلبلي بتقولي ايه؟ اصل انا سامع بلبله. بقول ان مفيش ولا عميل واحد راضي يشتري علبه مرهم تسلخات من البضاعه اللي انت جايبها ومالي بيها الاوضه جوه دي. اللي يقولي دي مجهوله المصدر، واللي يقولي مفيش ضمان معتمد، واللي يقولي فتله ايه؟ بس دول جهله، دول انت عارفه دول جهله اصلا. والله بكره يبوسوا ايدي لما ما يلاقوش ولا علبه مرهم واحده منهم في السوق، ويعني هيبوسوا ايدي عشان اديهم، ومش هديهم برضه. اقصد هديهم برضه يعني هديهم. عموما كل المندوبين اللي نزلوا بالكريمات والشامبوهات مفيش واحد منهم باع علبه واحده ما عدا واحد بس. ايه بقى البضاعه كلها؟ لا مختفي وموبايله ما بيردش. انا اسود يبقى بقى البضاعه وخد الفلوس وهرب. اتصل بالبوليس واعملي محضر بسرعه. الله يسود هو ده ولا ايه؟ تلاقي حد من اولاد الجيران بيلعبوا ولا حاجه. بص دول الجيران انا هربيهم كويس وهعلمهم الادب. حرامي حرامي شفت حرامي. صوت 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 على البضاعه بسرعه، صوت على صوت على البضاعه بسرعه. حرامي مين؟ انا حنو. اظبط يا بتضرب في المليان. يا مليان ايه؟ ما قولناك حنو. حبيبي يا حنو مين؟ ماما مين تقولي حنو؟ حنو ايه وقاسو ايه؟ انت روحي فرع البضاعه. ننها ننان البضاعه دي هي السما ضيعت حنو، ضيعت حنو. انا حنو يا انسه بنين. استني بس يرد ايه وما يردش ايه؟ الواد نص حروفه طارت، خلينا نفهم ايه اللي حصل. قلناها يا استاذ قلناها. كل مين يا انسه الاثنين؟ تعالى تعالى. اوف. معلش يا حمد. ايه اللي حصل لك ده؟ ايه اللي حصل لك ده؟ بقيت بطلع عليك الصعوبة. وسرقوا منك البضاعة؟ هي البضاعة دي، هي أنا قمت أعمل فيها بكين وأطلع بفكرة بره الصندوق وما أخونش بقى أسرح في العمارات. أنا أروح مكان مخصوص للستات، كافيه يعني. ماشي. فإيه؟ والبضاعة بتاعتنا كلها سيدات، فأخش بيها هخرج من غير البضاعة. يا عم انجز. دخلت الكافيه لقيته كله ستات. عرضت عليهم بقى إيه؟ كريم فرد الشعر. ومسكرة وكريم البشرة. الست أول ما حطت كريم المسكرة قلبت عفريت، راحت تتصوت وتجري ورايا وتقول اتعميت اتعميت، خلاص ضاعت خلاص ضاعت.
هي دي اللي ضاعت يا عينيها على ما امك معطاها ان هي عندها حساسيه بعد ما كويسه لقيت الست التانيه جايه عماله تقول مش زي الجرمانه وعماله تصوّق وتجري ورايا تجري ورايا ومش عامل زي الطنطنايه. ايه الطنطنايه؟ الطنطنايه نشاط الشركة. بجد والله. لا 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 والنبي ده راجل لاسع وهيقلوظ لي دماغي. وايه؟ هيقلوظ لي دماغي. طب هات سلكت كل الحنفيات ومشاعر قلبي مسدودة. انت متأكد من اللي انت بتقوله؟